بدا معاك فما برشا كلام تحكي، لكن على الاقل كنا في ثنيه نتاع انه النادي الافريقي رفض انه يلعب المباراه هذه بطاقم تحكيم يقوده يوسف السرايري، لكن في الاثناء يتضح انه فما برشا مشاكل اخرى اون باراليل. هي حكايه يوسف السرايري سي معناتها كانت اليبي ولا شراره وما عادش نجموا نتكلموا عليها، لانه معناتها فاتت الحكايه، فاتت حكايه التحكيم. شوف اذا كان هذه ماهيش قضيه فساد ماذا نسمي قضيه فساد؟ هذه قضيه فساد بكل الاركان نتاعها. نحكيو ساعه على الفساد الاول، هو الاولويه وقت تلعب سوبر كوب تونسيه الاولويه هي ان تكون في تونس، واذا انت قررت ان الكاس هذه باش تلعب قطر في قطر معناتها لاسباب ماديه اللي الفرق باش تربح فيها اولا، وبعد الجامعه وبعد نتكلموا على الجامعه شنو باش تربح. سامي ما نحبش نضيع لك افكارك، اما السوبر الايطالي تلعب في قطر ماهيش بدعه. اي حبش نحكي لك، تعرف اللي تلعب في قطر لانه يجيب 10 مرات فلوس اكثر من اللي يجيبه في ايطاليا، لذا وقت انت تقرر ان الكاس هذه سوبر كوب تمشي تلعبها في قطر لانه باش يكونوا العائدات ماليه تستفيد بهم، يستفيد بهم الترجي الرياضي ويستفيد فيهم يستفيد بهم النادي الافريقي اولا لانه الجامعه تجي بعد. باهي 100,000 دولار للفائز و75,000 دولار للفريق معناتها اللي يخسر هذا. هذو ما قداش يعملوا؟ يعملوا 500,000 دينار. نعطيك حسابنا بسيط جدا. كان تلعب المباراة هذه في رادس. رادس يرفع 60 ونقولوا للضرورة الأمنية مش 60، 20 من هوني و20 من غادي. نجيو نشوفوا المويان نتاع التذاكر ما بين اللوج وما بين لانسانت وما بين التريبيون وكل، ونقولوا نعملوا مويان فير لو با يا سيدي ب 20,000 دينار التذكرة، هكا ولا لا؟ 20,000 دينار التذكرة 40,000 قداش يعملوا هذوما؟ 20,000 اي 20 دينار 20 دينار 20 دينار التذكرة 40,000 متفرج 2 في الأربعة قداش؟ 800 هذوما ساعة فاتوا هذا التذاكر برك. كلمت انا اخصائيين في سبونسورينغ وكل، قلت له اعطيني اقل نسبه تنجم تجيبها المباراه هذه من غير ما تكسر راسك برشا وتعمل خدمه كبيره ياسر. قال لي هو مليار، ما نقوله نحن 500,000 دينار. اكاهو 500,000 دينار 800 و 500,000 دينار هذوما يجيو مليار و 300. كان مش تبيعها بابخس الاسمان معناتها الاثمان هذيا، نقولوا تبيعها للكاس ولا تبيعها لبين سبور ولا حاجه ابخس الاثمان. خذيت ابخس ثمن 200,000 دولار، 200,000 دولار يعملوا 700 مليون، 800 و500 مليار و300 و700 الف دينار هذوما زوز مليارات. لذا ايش حبيت تقول سامي بالعمليه الحسابيه هذه؟ بالعمليه الحسابيه هذه السوبر كوب هذه بالشروط وبالمواصفات الماديه هذه كانت نجم تقعد في تونس وتربح اربع مرات اكثر، يربحوا جمعيات والجامعه اللي هي تحب تربح وراها. لذا بالنسبه لي انا هوني بدايه قضيه الفساد بالنسبه لي انا.